اهلا بيكم متابعي في الجول دوت كوم في لايف جديد بعد مباراة الاهلي وبلاتينيوم بطل زيمبابوي في دوري ابطال افريقيا. الاهلي حقق انتصار مهم على بلاتينيوم في استاد السلام 2-0 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الابطال عشان تتعقد المجموعة ويتساوى في النقط ب6 نقط مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني. انا زكي السعيد ومعايا محمد مصطفى. ازيك يا ميدو؟ ازيك يا زكي؟ هنكلمكم النهارده عن مباراة الأهلي وعن مباراة النجم الساحلي والهلال اللي هما مباراتين مرتبطتين ببعض طبعا. مباراة الأهلي الناس توقعت نتيجة كبيرة بسبب هدف مبكر سجله وليد سليمان، لكن في النهاية انتهت على 2-0 بس. ليه الأهلي ما سجلش أهداف كتير النهارده يا مين؟ هو النهارده تشكيل فايلر من البدايه خالص بيقول لك ان الراجل ده يعني عارف قدرات الفريق اللي قدامه، وتقريبا كان بيذاكره كويس جدا. فريح 3 لعيبه من العناصر الاساسيه، كان مريح رامي ربيعه، وكان مريح قفشه، وكان مريح حسين الشحات. اي نعم، كل ده اتضرب ده غير بعد الإصابات كمان. اه بعد بعد ربع ساعه بعد اصابه سعد سمير، فنزل رامي ربيعه، اصابه أجاي جاي، فنزل حسين الشحات. الاهلي النهارده كسب باقل مجهود ممكن، يعني الاهلي ما يعني عارف انت اللي هو بالسهل الممتنع، باقل الامكانيات هو كسب النهارده. يعني عارف انت هو خد الماتش على قده، يعني اللي هو عارف ان هو بيلعب فريق مش قوي، فما يعني ما حرقش بنزين كتير مثلا النهارده في الماتش، فالدنيا كانت سهله. الاهلي كسب 2-0، الرقم ده كان قابل للزياده. يعني 2-0 ده انت لو قاعد بتتفرج على الماتش، او مثلا ما بتتفرجش النهارده مثلا على الماتش وجاي حد يقول لك الاهلي كسب 2-0، هتفتكر ان هو ماتش متكافئ، ان الماتش كان سهل، بس هو هو كان واضح ان بلاتينيوم اضعف حلقة في المجموعة. هو اضعف فريق في المجموعه، فريق سجل جول لحد دلوقتي في 3 ماتشات، اتغلب ال3 ماتشات، اتغلب على ملعبه من النجم، اتغلب بره ملعبه من الهلال. حتى الجون اللي جابوه كان جون صدفه جدا، فاول بيتلعب الجون بدل ما يمسكها، جون الهلال حطها في نفسه. هو فريق ضعيف جدا، واعتقد ان الاهلي بفوزه النهارده المفروض، وخصوصا كمان بعد فوز الهلال على النجم، الفوز في زيمبابوي المفروض للاهلي يروح يكسب هناك عشان يتجنب اي حسابات خصوصا اخرى. ان بلاتينيوم هي بنسبة كبيرة هيخسر قدام النجم الساحلي وهيخسر بالظبط، قدام الهلال. فان بلاتينيوم هيلعب مع الهلال، هو الفريق الوحيد اللي هيلعبه على خارج ملعبه، هيبقى النجم هيلعب ماتشين على ملعبه مع الهلال والاهلي. هو فريق مش عارف انت اللي هو ما عندوش حاجة يبكي عليها، يعني زي ما بيتقال. فاللي هو طيب، هل سبب من اسباب عدم اتساع النتيجة النهاردة هو عدم وجود مهاجم حاسم في الاهلي؟ يعني النهاردة وليد ازارو طبعا بدأ اساسي، ويمكن ده كان مفاجأة مثلا للبعض، كان لانه ريني فايلر من ساعة ما جه غالبا اللي بيلعب مهاجم جونيور اجاي، فالنهارده ازارو كان بادئ مهاجم اساسي، ووصل الموضوع بكتر الفرص اللي ضيعها. طبعا في مباريات ضيع فيها فرص اكتر من كده، لكن هو وصل الموضوع ان احنا واحنا في المكتب اخر هجمة خالص اللي جت في الدقيقة 88 تقريبا، انا سمعت حد بيقول هيضيعها قبل ما الكرة العرضية تتعمل، والكرة العرضية رايحة له وهي شكلها جول يعني، وفي الاخر الكرة ضاعت. ف ليه ازارو مش قادر يسجل حتى والشبكة فاضية قدامه؟ وايه تأثير ده على سوق الانتقالات الشتوية في الاهلي من رأيك؟ لسه كنت بتكلم معاك في الموضوع ده من شويه، بقول لك ان انا مثلا كنت مقتنع ان الاهلي محتاج يجيب مدافع اكتر من مهاجم في سوق الانتقالات ده، محتاج ان انت تأمن دفاعك. ففجأة النهارده خلاص اتأكدت بنسبة 100% ان الاهلي محتاج مهاجم، الاهلي لازم مهاجم بعد اصابة جونيور اجاي. هو اصلا مش فيرود بس بيلعب فيرود. ازارو النهارده، ازارو في بعض الاوقات كان مثلا ممكن بتجيله 3 فرص بيسجل منهم واحدة ويضيع 3 اللي هو محققين جدا. فالنهارده ازارو يعني كورتين اسهل من بعض، خصوصا الكرة التانية دي، يعني انت يعني عارف انت الكرة اتكررت مثلا في لو انت بتلعب خماسي، في لعب خماسي كتير جدا اللي هو واحد بيعملها لك بالعرض الجون فاضي، فانت بشمالك بتحطها بمنتهى الاريحية جدا. فرص غريبة جدا بيضيعها ازارو. الاهلي مش محتاج ده في دوري المجموعات، خصوصا ان انت مثلا في ماتشات بره ملعبك انت هتخلصها في فرصه واحده بس، انت مش محتاج ان انت هيجي لك مثلا في ماتشات تبقى متقفله وبتلعب جيم دفاعي مثلا، هيجي لك فرصتين لازم تجيب منهم واحده على الاقل. يعني النهارده الاهلي ازاروا الفرصتين الاثنين قدام الجون والاثنين ضاعوا، منهم واحده جوه ال6 ياردات، يعني ما فيهاش كلام، يعني مش محتاج ان انت تتكلم فيها.
خلاص. هو اعتقد ان فايلر كده كده محدد اختياراته اصلا في موضوع الصفقات يناير. الراجل الكلام كله على اليك المهاجم، مهاجم لوزيرن السويسري. هو كان راجل دربه قبل كده، مهاجم نيجيري عنده 22 سنه. اعتقد يعني بالنسبه له هو ده ممكن يكون الحل. هو اصلا يعني ردة فعله بعد الفرصه هو الموضوع لولا ان هو مدرب هادي اظن كان ممكن ينفعل اكتر من كده، لكن هو حاجه تحس ان هو يعني شخص هادي بيحاول يطلع الوجه الغاضب جواه ومش عارف. الماتش ما كانش مستاهل يعني، ماتش هادي جدا، انت ما تبقاش متوتر يعني في ماتش زي ده، هتحطها بمنتهى السهوله كره جون يعني. ما طب ما هل كانش كان افضل للاهلي؟ طبعا الماتش التاني في المجموعه اتلعب قبل الاهلي، النجم الساحلي خسر على ملعبه في نتيجه مفاجاه رادس في رادس 1-0 قدام الهلال. أطهر ما الطاهر اللي جاب الجول من تسديدة قوية حلوة في الدقيقة 60 تقريبا، ونتيجة مفاجأة لأن هي عقدت المجموعة. كان المتوقع إن النجم الساحلي هيكسب الماتش ده ويبقى 9 نقط، والهلال يفضل 3 نقط، والأهلي يكسب يبقى 6 نقط، يبقى فيه تدرج في المجموعة. لكن دلوقتي المجموعة مفيهاش تدرج، دلوقتي المجموعة كلها فيها ستة ستة تلات فرق عندهم 6 نقط، وفريق بره الحسبة خالص اللي هو بلاتينيوم. طبعا مش رسميا بره الحسبة، لكن عمليا هو بره الحسبة. هل كان أفضل إن النجم الساحلي يكسب ويشرخ هو ويبقى 9 نقط، ولا إن الثلاث فرق يكون في الصورة بالنسبة لأهلي إيه؟ بالنسبه للاهلي يعني. انت مثلا لما تبقى بتتخانق انت فرقه على الاول والتاني، احسن ما تبقى 3 فرق بيتخانقوا على بطاقتين. دلوقتي الموضوع يعني تعقد جدا. النجم هيطلع الماتش الجاي هيلاعب الهلال في السودان، ماتش معروف جدا، الماتشات على ملعب الهلال في أم درمان بتبقى ماتشات صعبه. منطقيا لو هنقول مثلا، هنفترض ان الهلال كسب، الهلال بقى 9 نقط، الاهلي عنده ماتش مع بلاتينيوم، الاهلي محتاج ان هو يكسب باقل الخسائر في الماتش زي ده، المفروض يعني هيبقى تعادل، بس انا شايف ان الاهلي يقدر يكسب الماتش ده. فدلوقتي هتبقى الدنيا 9 اهلي 9 هلال، النجم هيفضل 6، النجم الجوله اللي بعديها هيبقى جاي الاهلي. الاهلي لو كسب او كسب الاهلي لو كسب الماتشين الجايين والهلال كسب النجم، خلاص اعتقد ان الاول والثاني هتبقى الخناقه ما بين الاهلي وما بين الهلال هو في الجوله الاخيره. انا ليا راي في الموضوع ده. انا كمشجع المفروض لو او انا كواحد مساند لفريق، لو انا شايف الفريق بتاعي قادر ان هو ينافس على صداره المجموعه، هبقى عايز الفرقه توقع بعض. لو انا شايف ان فريق اخره ان هو يتاهل سواء بقى اول او تاني، مش مهم تيجي زي ما تيجي، انا عايزه يتاهل وخلاص في مركز تاني حتى، هبقى عايز ان فريق واحد هو اللي يقطع ياخد اكبر عدد من النقط في المجموعه ويعرقل لي باقي الفرق. فبالنسبه للاهلي، الاهلي دلوقتي السؤال، هل الاهلي عايز يتصدر المجموعه؟ لو الاهلي عايز يتصدر المجموعه، النتيجه دي هو النتيجه دي النتيجه دي تساعده. بالظبط. لو الاهلي عايز يتاهل بس، لا النتيجه دي ما تساعدوش، خصوصا ان اخر ماتش خالص ليه هيبقى في السودان، هيبقى اخر جوله، هتخش في حسابات بقى تانية. الجوله هنقعد السادسه بقى في السودان، بالظبط. والهلال كده هيبقى عنده امل. لو كان الهلال خسر مثلا النهارده والنجم مثلا عمل نتيجه ايجابيه في السودان بعديها وخرج الهلال من الصوره، كان هيسهل المهم على الاهلي. حتى لو الاهلي وصل لاخر جوله في السودان، ممكن الهلال يبقى بره الصورة. لكن بالظبط. في كل الاحوال اظن اهلي يقدر يحسم الامور بالفوز في اخر مباراه، في المباراتين الجايين لو اهلي كسبهم بالظبط مش هيبقى محتاج مباراه السودان اصلا. بالظبط يعني، هي خلاص الامور دلوقتي في ايد الاهلي، ان انت هتكسب الماتش الجاي بلاتينيوم، ويعني منافس في المتناول. بلاتينيوم اتغلب من النجم في ملعبه 3-0 على ما افتكر. يعني هو منافس متواضع جدا. انت النهارده كمان بتدي له رساله، كان انا كنت بشوف ان انت لما تكسبه النهارده 4-5 هتدي له رساله في الماتش الجاي، انت بتهمده. النهارده الاهلي برده انت عندك فرصه ان انت تكسب 1 و2 و3. اللعيبه خدت الماتش على قد وده واضح ان الجهاز الفني كان محتاج كده، ان هو النهارده انا عندي بلاتينيوم في استاد السلام، عندي الاسبوع، عندي يوم الاربع المقاصه، بعد كده عندي يوم الاحد هلاعب نادي مصر، بعد كده هطلع زيمبابوي عشان العب بلاتينيوم، وكل ده حوالي في 10 ايام. فهو بيحاول يوفر طاقات اللعيبه، بس زي ما بقول لك كان ممكن تدي رساله في الوقت اللي انت عايز تبقى مريح فيه، وانت ماتش بالنسبه لك عديته بسهوله. كان ممكن تكسب 3 4 النهارده. النهارده فرصتين بتوع وليد ازار، والنتيجه كانت 4-0. ويعني انا توقعت بعد جون وليد سليمان كان جه في الدقيقه حوالي 65، توقعت ان الاهلي وقتها ان جون الدنيا الجول تفتح، التاني هيبقى في ثالث ورابع، زي ماتش مثلا الاتحاد. الماتش كان مقفول، الاهلي جاب جون الشوط الاول بتاع احمد الشيخ، الشوط الثاني كان فيه 3 جوان بمنتهى السهوله.
فالنهارده الاهلي كان يقدر يعمل كده، بس هو اللعيبه ما تفهمش، حاله كانت غريبه. انا كنت بشوف اللعيبه يعني ما اعرفش هم بردانيين ولا كان في ايه بالظبط، بس اللعيبه كانت بتنقل الكره بمنتهى السلاسه والبساطه جدا. انت كان ممكن تجيب ثلاثة أربعة، نعم مش هتفرق في حاجة في الآخر، لأن اه احنا عايزين، بس الترتيب عايزين نشرح الترتيب في نهاية المجموعات بالجو في افريقيا. طبعا زي ما احنا عارفين للمواجهات مواجهة المباشرة مش مباشرة. لفرق الاهداف، وبتبقى مواجهات مباشرة بين فريقين او بين 3 فرق. لو 3 فرق متعادلين في النقط بيبص للمواجهات المباشرة بينهم. يعني لو افترضنا ان بنهاية الدور ده الاهلي والنجم الساحلي والهلال كلهم متعادلين في النقط، بيستبعدوا نتائج الفرقة دي مع بلاتينيوم. فحتى لو في واحد فيهم كسب بلاتينيوم 10-0 ما بيتحسبلوش حاجة بالظبط في المواجهات المباشرة، يعني هي هي. فاللي بيتاخد بيه هو الأهداف بتاعة الماتشات اللي بين الفرق الثلاثة المتعادلين في النقط أو بين الفريقين اللي متعادلين في النقط. فبالتالي حتى لو الأهلي كان كسب بسكور النهاردة كان هيبقى بس معنويا، ده اللي محمد مصطفى بيتكلم فيه زميلي، لكن بالنسبة لحسابات التأهل يعني أهم حاجة 3 نقط بالنسبة لمواجهة بلاتينيوم. اسلام بيقول لنا ان كانت افضل نتيجه للاهلي في مباراه النجم الساحلي والهلال هي تعادل الفريقين. هو مختلف معانا طبعا، هو يعني ما فيش نتيجه افضل من نتيجه تانية طالما اهلي في ايده ان هو يكسب ويتاهل. الاهلي في كل الاحوال لحد دلوقتي ما تعرضش لكارثه، يعني ما خسرش ماتش على ملعبه، او كل اللي حصل ان هو خسر ماتش بره ملعبه في اول المجموعات، فما فيش كارثه حصلت او ما فيش حاجه مستحيله هو بيحاول يعوضها. هو لسه كان عنده ماتشين على ملعبه وكسبهم، ولسه هيبقى عنده ماتش تالت على ملعبه قدام النجم الساحلي، وهيبقى عنده ماتش بره في المتناول قدام بلاتينيوم. فالحسابات في المتناول كلها، وايا كانت النتيجه انا رايي نتيجه الهلال والنجم الساحلي مش مهمه للدرجه دي للاهلي، يعني طالما الموضوع كلها في اقدام اللاعبين. في حاجة كمان أنا ذاكر عايزين نتكلم عليها، موضوع الإصابات. النهاردة الإصابتين في ربع ساعة، سعد سمير، يعني ممكن نقول إن أرضية الملعب هي كانت السبب في إصابة سعد مثلا، لأن داس على الأرض جامد. بس إصابة جونيور أجاييه كانت عبارة عن في العضلة عضلة الخلفية، خلفية. نفس الإصابة بتاعت رمضان صبحي من حوالي أسبوع. رمضان هيغيب لمدة حوالي شهر ونص، يعني ده الكلام اللي الرسمي اتقال. قبليهم كان اصابه محمود متولي خلفيه برضو. فالاصابات العضليه في الاهلي مش مفهومه، يعني باستمرار دايما في اصابات، ويمكن دي الحاجه اللي بتبوظ تكتيك فايلر. حمدي فتحي كان هو النقطه الاساسيه في تشكيل الاهلي. حمدي فتحي بقى قطع في الغضروف، هيغيب 6 شهور حمدي فتحي اساسا جه الاهلي كتعويض لاصابه محمد محمود اللي هو اتصاب بالظبط. ورجع وبعدين اتصاب تاني. محمد محمود لسه راجع من صليبي تاني. فالإصابات دايما في الأهلي مش مفهومة، هي حاجة غريبة جدا. يعني بتختلف اللعيبة وبتختلف المدربين، وفي شيء ثابت هو دايما الإصابات. طب بعيد عن الاصابات، احمد ابو هلال بيسالنا عايزين صلاح محسن، انت ايه رايك؟ هل صلاح محسن ممكن يكون اضافه لهجوم الاهلي في ظل حاله وليد ازارو، ولا انت شايف ان لازم الاهلي يجيب مهاجم اجنبي؟ هو اعتقد ان الاهلي خلاص في طريق ان هو بيحسم صفقه المهاجم الاجنبي، وكان في كلام ان صلاح محسن هيطلع اعار لسموحه كفريق يعني مهتم بخدماته في يناير. انا بشوف ان فايلر اعتقد ان هو قدر يكون فكره عن بعض اللعيبه في الاهلي، منهم صلاح محسن. انت ما بتشوفوش الفتره اللي فاتت من حوالي 3 او 4 ماتشات على الدكه، وهو اعتقد ان هو خلاص الراجل حاسم اختياراته. انا عايز فيرود لو الاهلي، او بنسبه كبيره خلاص الاهلي الصفقه المفروض، يعني بحسب كلام سيد حفيظ من حوالي كام يوم، قال ان احنا قطعنا خطوات كبيره في الصفقه الثانيه بعد صفقه كهربا. المفروض ان وقتها هيبقى متاح. اعتقد ان صلاح محسن اعاره، وده افضل له، لان هو لو باصص لفكره ان هو عايز يلعب اولمبياد، فالافضل ان هو يطلع اعاره. سموحه كخيار كويس، لكن صلاح محسن يعني هو بص، في مدربين كتير اتغيرت عن الاهلي في الفتره اللي فاتت، وصلاح محسن ما بيلعبش، ما بقاش اساسي مع مدرب، مع واحد فيهم. فهي حاجه ممكن توريك ان المشكله في مين بالظبط. بس المدرب الوحيد اللي لعب صلاح محسن اساسي هو خبير اجري. محمود متولي وما كملش معاه. ما كملش. محمود متولي لا، الكسندر ارنولد بيسالنا في راينا في محمود متولي. محمود متولي ما لحقش، يعني محمود ما لحقش، متولي هو نزل لعب ربع ساعه، لعب تقريبا شوط او نص شوط في ماتش الزمالك واتصاب. النهارده اول ماتش بيرجع فيه بعد غياب من ماتش السوبر اللي كان في 20 سبتمبر. يعني اصابه عضليه برضو اللي احنا كنا بنتكلم فيه، اصابه عضليه قعدت. احنا النهارده دلوقتي داخلين في نهايه السنه،
حوالي مثلا شهرين ثلاثة يعني، لو في إصابة خلفية اللي هي ممكن مثلا بتاخد بكبرها قوي شهر، فطول مدة الإصابة في الأهلي حاجة مش مفهومة يعني. مع محمد عبد الملك بيسألنا ايه رأيكم في ليكي مهاجم الاهلي اللي هو المرتبط بالانضمام للاهلي؟ طبعا مفيش حاجة رسمية لسه. انا رأيي يعني ليه رأي في المهاجمين الاجانب او في اللاعبين الاجانب في الاهلي او في الدوري المصري عموما، هي عاملة زي البطيخة يعني، ما تقدرش تكتشف، حتى ممكن بالظبط ما تكتشفش من اول يعني، ممكن يجي لك مهاجم ما يجيبش في سنة كاملة غير جول واحد، الكرة تخبط في قفاه وتخش جول يعني، وبعد كده يتضح ان هو افضل مهاجم او افضل لاعب اجنبي في تاريخ وبعدين الاهلي مثلا، الفيديوهات اللي انت بتشوفها على اليوتيوب دايما ملهاش اي هي علاقه ايوه بالواقع ملهاش يعني. اي بالظبط يعني، انت بتشوف حاجه يعني، وفي النهايه الارض ارض الملعب غير يعني. او ممكن يبقى لعيب جاي هداف ما يحتاجش اي عدد من الدقايق عشان يتاقلم ويجيب اجوال كتير، وبعدين يطلع بالظبط يتجنن ويطلع يقول يا جماعه انتوا في بلد عنصريه ومش عارف كلوبالي زي كوليبالي. فهي محتاجين نشوف اللعيبه على ارض الواقع يعني. جيرالدو لحد دلوقتي ما عملش حاجه مع اهلي، جيرالدو بنسبة كبيرة هو جيرالدو بنسبة اللاعب كبيرة اللي هيمشي. هيمشي في يناير وهيجي مكانه مهاجم. يعني ما خدش، هو لاعب، او هو في كلام ان، او الكلام كله ان فايلر مش مقتنع بيه. لو بتاخد بالك من اسلوب لعب جيرالدو دايما موجود على الخط، وبالنسبة لفايلر هو شايف ان هو مش مناسب بطريقته. هو ما عنده، انا بشوف ان جيرالدو ما عندوش غير حاجة واحدة بس، دايما بيروح على الخط وبيرقص وبعد كده بيعمل اوفر. ما حسيتش ان هو مثلا مرة شاط كورة، يعني بيعمل حاجة جديدة في الفرقة. هو في النهاية يعني ما يستحقش ان هو ياخد مكان لاعب اجنبي في الاهلي من ضمن الاربع اجانب. انت بتجيب لاعب، او ليه دايما انت بتروح بتجيب لاعب اجنبي؟ مش هيبقى له هو إضافة. مش بالظبط، هو مش متوفر عندك في الدوري او كلاعب محلي، فانت بتروح تجيب لاعب وبتدفع له مبلغ بالدولار يعني. ففي النهاية هو ما يعني بقاله حوالي سنة وما عملش اي اضافة يعني. هيما المصري بيقول الأهلي محتاج مهاجم سوبر. أحمد جاد بيقول إن شاء الله المباراة الجاية يتعادل الهلال والنجم. زي ما قلت الأهلي مش محتاج أي خدمات لحد دلوقتي يعني. في ناس بتسأل على صالح جمعة برضو. صالح جمعة واضح إن هو خارج حسابات فايلر من غير تجميل يعني للموقف، واضح إن الراجل في أول ماتشات ليه لعب ناس كتير جدا ودور بين اللعيبة وشاف، وصالح جمعة يعتبر الوحيد اللي ما خدش، فواضح إن هو مش مقتنع بيه من غير المشكلة إن مكان صالح جمعة مفيش غير لاعب واحد بس اللي هو محمد مجدي قفشة. وليد سليمان لو عنده 34 سنة، وطبعا لاعب عظيم، هو هداف الأهلي في السيزون ده لحد دلوقتي، 7 أجوان في الدوري وليد أو سليمان ست أجوان كمان في بقى الدوري النهارده رابع هداف في بالظبط، تاريخ 19 جول. الاهلي الافريقي، 19 جول. فبديل محمد مجدي قفشة، هو لاعب ما بيلعبش في الحتة دي يعني. وليد سليمان ما بيلعبش 10، بقى بيلعب في الحتة دي عشان ما فيش لعيب تاني. ففي النهايه انت قفشه النهارده مريح، كان المنطقي ان انت تشوف صالح جمعه، بس ما شفتش صالح جمعه. صالح جمعه ما بيقعدش على الدكه حتى، كان في كلام برضو اليومين اللي فاتوا ان هو ما بيروحش التمرين او غايب لليوم التاني حتى. قال الكلام ده ما كانش صحيح، صالح لسه بيتمرن عادي، بس هو واضح جدا ان هو بعيد عن حسابات الراجل يعني. في حد احمد عبده بيسالنا اخبار شريف اكرامي. شريف اكرامي خرج من الايمه النهارده اظن، كان اتعرض مصاب، لاصابه في التمرين فما قدرش يكون المفروض ان يبقى على الاصابه دي الدكه. بتاخد 48 ساعه عشان يرجع تاني ينضم هي حاجه بسيطه للتمرين يعني. يعني. وائل سيف يقول لو صلاح محسن ياخد رابع فرص ازارو، يعني هي مش بتتقاس كده عامه يعني، يعني ممكن لعيب ياخد فرص كتير وفي الاخر ما يأديش، ممكن المدرب يكون مش محتاج ان هو يشوف لاعب في عدد دقايق كتير. وصلاح محسن عنده بوتنشال كويس طبعا، لكن قد يكون ثمن صفقته المرتفع سبب في ضغوط عليه، لكن الموضوع ده بقاله سنتين يعني، بالظبط هو بقاله في الاهلي سنتين، فاظن هو محتاج يعيد اكتشاف نفسه في نادي تاني. ده لو ده رايي الشخصي، ان هو محتاج حتى قبل مصلحة الاهلي مصلحته هو شخصيا ان هو يخرج ويلعب في فريق ويشارك، لان الاولمبياد ممكن تنقله نقلة تانية لو هو قدر ينتهز الفرصة، خصوصا ان بنسبة كبيرة يعني مراكز التدعيم اللي هيكون فيها لعيبه فوق السن مش هيبقى من ضمنها المهاجم. مهاجم، ما في مصطفى محمد فانت كفرصتك كصلاح محسن او مصطفى محمد او احمد ياسر ريان فرصتهم احسن من زمايلهم في باقي المراكز، لان بالظبط باقي المراكز ممكن يبقى فيها لعيبه ممكن تنفع ان تتضم فوق السن، لكن اساسا لعيبه المنتخب الاولمبي هي المهاجمين بتوع المنتخب الاولمبي هم اللي هيدعموا المنتخب الاول مش المنتخب الاول العكس. بالظبط، ده فدي المنتخب فرصه، الاول دي فرصه لصلاح محسن ان هو يكون موجود، لان مفيش منافسه قوي في المركز ده،
في احتياج ليه يعني في المنتخب الاولمبي، ومش هيبقى فيه تدعيم غالبا من حد فوق السن. في حد زكي بيسأل عن سعد زمير، بيقول ان هو هل هي الاصابه وتر اكيليس؟ فعلا هو ما اعتقدش هو يعني ماسك كاحل القدم بالظبط. طبعا، وتر اكيليس واحده من اخطر الاصابات الرياضيه عموما، مش بس في كره القدم، في كره السله كمان بتبقى اصابه خطيره جدا. من اشهر اللعيبه اللي عانوا منها في الاهلي وكان احمد جيلبرتو فتحي واحمد فتحي. جيلبرتو طبعا ضيعت منه فتره طويله جدا في الاهلي، وغيابته عن كاس هوما 2006 في مصر، وكاس عالم في انجولا في المانيا. نتمنى يعني ان هي ما تبقاش ف اكيليس في ف الاخر. ف فاصابه وتر اكيليس تبقى اصابه سيئه جدا لسعد سمير، خصوصا ان هو لسه راجع من اصابه اصلا طويله اللي هي الرباط الصليبي، ما بقالوش حوالي اسابيع يعني. بالظبط. ف في حد تاني يا زكي بيسأل، بيقول كهربا هيلعب الماتش الجاي؟ كهربا متاح من كهربا واحد من 1 يناير يناير يلا. متاح، المفروض ان هو لسه هيتسجل، والكل ده هيفتح يوم 1 يناير، فهيبقى متاح من بعد التاريخ ده، والاهلي اليوم ده عنده ماتش مع المقصه، فاجراءات القيد في اليوم ده، او المفروض ان القيد هيتفتح يوم 1، فهل الاهلي يلحق؟ لكن هو متاح في ماتش افريقيا الجاي، الاهلي قال فعلا ان هو يتقيد في افريقيا، فهو ممكن يبقى موجود في ماتش بلاتينيوم، ممكن يبقى موجود في ماتش المقصه حسب القيد يعني. بس كريم جمال بيسألنا، مش المفروض آخر ماتش الأهلي هيبقى النجم؟ لا، الأهلي بدأ ماتشاته مع النجم، يبقى هيلعبه في الجولة الخامسة. آخر ماتش الأهلي اللي هو ماتش الجولة الثانية اللي هو الهلال هيبقى في الجولة الخامسة، الماتش الجاي طبعا مع بلاتينيوم. أسئلة كتير عن صالح جمعة فعلا زي ما أنت قلت لي. أيمن داوود بيقول لنا أزارو بيخاف وهو مهاجم، ممكن المهاجم لو حط في دماغه الكورة جاية له إن هو خايف يجيبها جول، أو إن الكورة دي هتضيع هتضيع يعني. واحنا بنتفرج بنقول بصوت عالي الكرة دي هتضيع وهي رايحة لزارو، ممكن يكون هو في دماغه نفسه كمان بيقول ان هي هتضيع، فالكرة بتضيع. والفكره ان فكره الخوف يا زكي برضو، ازارو ما بقالوش، مش مهاجم مثلا جديد مع الاهلي، ازارو النهارده واحنا بنبص على ارقام اللعيبه اللي سجلت للاهلي في افريقيا، ازارو من هدافين الاهلي في جاب افريقيا 13 جول ده. 13 14 جول، فلا هو لاعب مش صغير يعني، هو الكلام ده لا، ازارو وقتها كان هداف الدوري المصري، وكان وراجل بيلعب منتخب مغربي، هو في حال يعني سوء توفيق او لا سوء هو مفيش خلاف على امكانياته، ده شيء بالظبط. مؤكد، وهو اثبت ان هو امكانياته كبيره جدا في الموسم اللي هو تالق فيه مع الاهلي، وخد هداف الدوري من وقت انفجاره في دوري ابطال 2017 17 في ماتش نجم الساحلي، وهو خد كيرف عالي جدا اول ما جاب هاتريك في ماتش الدنيا فتحت معاه. وليد عبد اللطيف بيقول لنا فين دور المدرب في تطوير فينش ازارو زي ما طور اليو ديانج في الباس والكره بتطلع من رجله؟ اظن ان هو فايلر ما لحقش ان هو يتعامل مع ديانج لدرجه ان هو يطوره ويخلي الباص بالظبط. يطلع، خصوصا ديانج على فكره النهارده عمل كذا ميس باص في نص ملعب الاهلي، اظن 2 او 3 مش عارف الاحصائيه بالظبط يعني، بس هو ديانج مميز في الكرات الطوليه وفي توزيع اللعب على طرفي الملعب، دستروير كويس يعني، راجل ده بيقطع حقيقي. وقوي فعلا في نص بس الملعب، انا الملخصات اللي شفناها له قبل ما يجي الاهلي حتى كان واضح ان هو بيوزع اللعب كويس وبيفتح الملعب كويس. هو محتاج بس ما يبقاش يعني يخش التدخلات اللي هي القويه اللي بيدخلها بالطريقه دي في بعض الاوقات، هي دي ده بقى شغل المدرب. محمود حسام بيسألنا في رأينا في أسامة جلال، مدافعين بيه طبعا المنتخب الأولمبي، أنت رأيك إيه في أسامة جلال؟ انا شايف ان هو لو متاح او الاهلي عايز يجيب مدافع في مصر، هو اعتقد ان هو من ابرز الاسماء اللي ظهرت في الفتره اللي فاتت، كان عامل كاس امم افريقيه مع منتخب مصر كان كويس جدا، وكان اصلا مرشح في الصيف ان هو يجي الاهلي، الاهلي ساعتها فاضل ما بينه وما بين محمود متولي، ومحمود متولي هو اللي جه في الاخر. اعتقد ان اسامه جلال لو الامور مشيت بشكل طبيعي السنه الجايه، ان الاهلي قرر يغير او يغير في قوامه، هيبقى موجود مع الاهلي. بس النقطه اللي هنا ان اسامه جلال عنده اولمبياد، فوقتها بقى ممكن سعره يرتفع. هي دي مشكله المعضله او مشكله الاهلي، ان الاهلي عنده مكانين بس، الاهلي جاب كهربا قدامه وهيجيب مهاجم. انت دلوقتي انت ما بتيجي هتقول ان انا مش هجيب اسامه جلال النهارده، انت هيبقى عندك في شهر 6 زي ما قلنا الاولمبياد، سعره ممكن يزيد، ممكن يحترف، ممكن ما تعرفش ايه اللي يحصل وقتها، فلحد اخر موسم الاهلي قرر ان هو ما يجيبش مدافعين، ما تعرفش ايه اللي هيحصل يعني. حسام حسن بيقول لنا هل ممكن الاهلي يستعين باللاعبين المعارين لتدعيم الفريق؟ مين في من الاسماء المعاره من الاهلي اللي ممكن تكون اضافه يعني؟ يعني الاهلي لو هيكسر اعاره لاعب مثلا، هو بأبرزهم لحد دلوقتي محمد شريف مثلا، هو الراجل بقى من هدافين الدوري،
عامل موسم كويس جدا مع امبابي دلوقتي، بس هو اتكلم قالك ان انا مش هو شايف ان محمد انا شريف رافض مبدأ ان هو يقعد بديل في الاهلي بالظبط، حتى. فهو الافضل ان هو يكمل لحد اخر الموسم، خصوصا ان الاهلي يعني الدنيا مش مأزمة قوي في حتة أجنحة اه بالظبط، في ونجات كتير، والاهلي جاب كهربا كمان. ناس بتقول لنا أخبار ورأيكم إيه في وليد أزارو، إحنا اتكلمنا عنه باستفاضة في أول اللايف. أخبار عبد الله السعيد، أخبار عبد الله السعيد ده ينقلنا على مباراة بكرة بيراميدز ومصري والمصري سريعا، قمة مصرية في كأس الكونفدرالية، في مجموعة أنا أظن إنها واثق جدا إن الفريقين يتأهلوا عنها. بالظبط خلاص، هم بقى يعني بنسبة كبيرة هم الأول وتاني، يعني هم المجموعة بقت في المتناول، لكن بيراميدز لسه جايب مدرب كرواتي انا مش عارف انت اسمه في اللايف بصراحه. نفس الكلام والله. والمصري عنده إيهاب جلال. المصري كان بيعاني من نتائج متذبذبه الفتره اللي فاتت، هو لسه كسبان الجيش الماتش اللي فات في الدوري. بيراميدز نفس الكلام برضو، كسب الماتش اللي فات، كسب وادي دجله بجون عبد الله السعيد. ماتش يعني بص ما تقدرش تتوقع فيه اي حاجه، يعني هو انت وفي نفس الوقت مش هتقدر تقيم وما المدرب ينفعش نقيسه على مباراة الدوري، خصوصا زي ما بالظبط احنا شفنا النهارده الإسماعيلي في البطولة العربية هزم الاتحاد بعد ما الاتحاد هزمه في الدوري. بالظبط. هي قمة مش متوقع، يعني مش متوقع مين الافضل فيهم. الفريقين كان عندهم مشاكل الفترة اللي فاتت زي ما قلنا في الدوري، بدأوا يفوقوا، ده فاز اخر ماتش وده فاز اخر ماتش، فاعتقد انه هيبقى ماتش حلو يعني. مصطفى فهمي بيقول لنا مع احترامي ليكم انا بقول لكم صالح جمعة مش هيمشي لان فايلر متمسك بيه وسكرين، ونتقابل بعد يناير فانا هاخدها سكرين شوت. هو يعني هو لو قعد او مشي هي دي حاجه في النهايه، احنا مش بنقول مثلا او بنراهن ان هو يمشي او يقعد، هو في النهايه في حاجات حصلت الفتره اللي فاتت، اهمها ان صالح جمعه مثلا ما دخلش مع فايلر. لو قعدت مثلا تفتكر الماتشات اللي صالح جمعه دخل فيها قائمه مع فايلر، مش هي هيعدي ماتشين مؤشرات، هي ثلاثه يعني مؤشرات بتقول بالظبط. المدرب مقتنع بيه ولا لا. لكن لو صالح قعد، هو في النهايه صالح مقيد في افريقيا وموجود في قائمة الأهلي، يعني المفروض إن الناس كلها كانت بتتكلم عليه السنين اللي فاتت صالح دي جمعة كلها أدى بشكل مميز جدا لما شارك مع مارتين بالظبط، لاسارتي في الدوري الموسم اللي فات. وصالح دايما هو اللي بيطلع بيقول أنا اللي برجع نفسي وأنا اللي بوقع نفسي، ففي النهاية الموضوع كله عن صالح جمعة. ففكرة بقى إن الراجل هيقرر يمشيه أو هيقعده في النهاية مش تثبت إن هو أو دي الحاجة اللي هتقول إن صالح موجود ضمن خطة الراجل يعني. بس في النهاية طبعا بنتمنى التوفيق للأهلي وللزمالك والمصري والبيراميدز، نتمنى نشوف 4 فرق مصرية في أدوار متقدمة، وفي فرصة قوية جدا السنة دي إن الـ4 فرق يكملوا إن شاء الله في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية. الأهلي زي ما قلنا 6 نقط النهاردة زي النجم الساحلي وزي الهلال، مصيره في إيده، لو كسب في المباراتين القادمتين هيتأهل بنسبة كبيرة جدا للدور الربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا، فنتمنى له التوفيق في المباريات الجاية ونتمنى له مواصلة انتصارات أفريقيا، ونتمنى كمان التوفيق للفريق الفائز من الاسماعيلي والاتحاد السكندري في البطوله العربيه واللي هيوصل نص النهائي، احنا ضامنين ممثل مصري في نص نهائي البطوله العربيه، فنتمنى التوفيق لكل الفرق المصريه الـ6 في البطولات الاقليميه والقاريه، ونشوفكم في لايف جديد مع في الجول بكره ان شاء الله.